أيها الإخوات والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. تحية جديدة، مرحبا بكم، وأنا سعيد بكم في كل الأوقات، سعيد بالسبور ديالكم، اللايكات، بالتعليقات. يعني شيء جميل جدا ملي كيشوف الواحد أن هناك بعض الاهتمام بالمواضيع، هناك بعض الالمام بداك الشيء اللي كيتقدم في القناه. كنشكر الجميع. فوالا، غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي دائما خصنا نزيدوا نهضروا عليه. هذا هو الموضوع المهم، وهو القمع في المغرب، لان القمع هو يعني شي حاجه اللي ما كتكون في دوله اللي كتميز بالحريه والديمقراطيه. القمع هو علامه من علامات الدولة الديكتاتورية. هنا وكاين واحد المقال جميل جدا اللي تيقول المغرب، انعطاف المغرب الحاد نحو القمع. مقال جميل جدا، قريته في بروكن انستيتيوت، اللي كيقدم بعض الاحيان بعض المواضيع الجميلة جدا، اللي تيقول لك سيدي هنا في 16 ديسمبر 2019 اعتقلت الشرطة المغربية الصحفي عمر الرادي بعد توجيه الاتهام له، وأمضى الرادي 6 أيام في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة، وحدد تاريخ محاكمته في 5 مارس 2020. وما هو الجرم الذي اقترفه بحسب السلطات؟ لقد غرد منذ 6 أشهر منتقدا قاديا منخرطا في محاكمات الناشطين في حركة الريف، وهذا السبب الرسمي محيزا نظرا إلى توقيت توقيف الرادي. في الواقع من الممكن أن نعتقد الرادي سببه ليس الزعم بأنه أهان قاديا قبل 6 أشهر، بل مقابلة أجرها مع قناة إذاعية جزائرية في 23 ديسمبر، مناقشا فيها مسألة استهلاك النظام المغربي الأراضي التابعة للقبائل. فوالا، لأن كنلقاو دائما النظام المغربي ما بقاش كيقدر يقمع الشعب بطريقة مباشرة. ماشي ما يقدرش، يقدر، ولكن غير لانه كيصدر ديك الصوره ديال الديمقراطيه للغرب والدول المتقدمه، خصو يخلق واحد النوع من القمع، يعني واحد القمع اللي ما كيتشافش، واحد القمع اللي ما تيبانش، وهو داك كنوجهو تهم اللي ماشي هي في الحقيقه تهم، اللي هي يعني ما عندها حتى شي علاقه بالتهم الحقيقيه اللي كتوجه للصحفي، اي صحفي، ولكن التهمه اللي كتوجه لهم هي حرية الرأي، هي القمع، هذه التهمة اللي خصهم يقول. ولكن هما تيلقاو شي تهم اللي كتسهل مثلا على النظام باش انه يقوم بالسجن ديالهم ويقوم بالقمع ديالهم. هنا تيقول لك سيدي، لقد أظهر النظام أسلوبا نمطيا يقمع الناشطين عبر الإجراءات القضائية عن طريق تلفيق تهم كاذبة أحيانا، ماشي غير أحيانا، أنا غير هنا كتبوا أحيانا. وكاع المعتقلين في المغرب اللي تعتقلوا على حريه الراي كلهم وجهت لهم تهم كاذبه. حتى شي واحد ما يعني اعتقلوا على داك الشيء اللي دار. غالبا ما كيقدروش وما يعتقلوا شي واحد يقولوا للغرب حنا اعتقلنا على حريه الراي، ما تيقدروش يديروا هذه القضيه. خصهم يلقاو لي شي كذبه، خصهم يلقاو لي شي تهمه اللي زويونه مقاده مسهله باش الغرب يقول وا فوالا هاد الصحفي راه ما ماشي على حريه الراي، راه شنو دار وشنو دار. واش كتعرفوا ديك اللعبه ديال والله العظيم بعض المرات، وكنقسم لكم والله الاخوه والاخوات، الى ملي كنبقى تنشوف الاوضاع في المغرب، يعني بكثره ديك الاوضاع الخبيثه اللي كينهجها، ولا ديك الاساليب الخبيثه اللي كينهجها النظام، والله حتى كنبقى نضحك، والله حتى كتجيني الضحكه. لان دابا النظام المغربي شنو دار؟ النظام المغربي بدا كيصدر واحد الصوره للغرب اننا دوله ديمقراطيه، ولكن بكثره ما ان النظام المغربي بدا كذب، بقى كيكذب، حتى ولا كيصدق داك الكذوب ديالو. شتي دابا النظام المغربي والمسؤولين في المغرب كيصدقوا ديك الكذوب. علاش كتشوفوا مثلا اي كل مره كيخرج شي مسؤول تيبقى كيقول لك المغرب عرف واحد التقدم اقتصادي، عرف واحد التقدم اجتماعي، شتي داك المسؤول راه عارف راسو كيكذب، ولكن صدق ديك الكذبه، لانه بقاو كيروج ديك الكذوب داخل المغرب، كينشروا ديك الكذوب داخل الاوساط المغربيه. حتى الشعب المغربي حتى هو بكثره ما النظام بقى كيكذب عليه، حتى هو كيصدق الكذوب، وكل شيء ولا كيصدق الكذوب. دابا كل شيء، المغرب والشعب والنظام،
كلشي كيعيش في كذبه، كلشي كيعيش ديك الكذبه ديال الديمقراطيه اللي هي ما كايناش وما عمرها ما كانت في المغرب. نكملوا سيدي هنايا. عن طريق تلفيق تهم كاذبه احيانا، فبالفعل سبق ناشطون مشهورون يعتبرهم النظام معارضين مثل الرادي والصحفي هاجر الريسوني ومغني الراب القناوي الى المحكمه لمسائل لا صله لها، مثل اجهاض افتراضي في قضيه الريسوني او فيديو زعم بانه يحرض على العنف ضد الشرطه في قضيه القناوي. فوالا نطلعوا على اللعيبه الفوق، كليكيو على هذه التحت. قصدي في الواقع لم يكن الرادي المغربي الوحيد الذي يواجه ملاحقه قضائيه بسبب حريه التعبير في 26 ديسمبر 2019، ففي اليوم ذاته حكم على الناشط على موقع يوتيوب محمد السكاكي المعروف بملكة سكيطة بالسجن لمدة 4 سنوات وبدفع غرامة 40,000 درهم، وذلك بتهمة إهانة المالك في عدة فيديوهات على يوتيوب. وفي قضية ممثلة ألقي القبض على محمد بن بودوح المعروف بلقب مول الحانوت، والله العظيم هذا مول الحانوت إلى أنا يعني كنتمنى شي واحد يجيب لي الاخبار ديالو، والله العظيم يعني شنو واقع ليه، فين وصل، فين كاين، واش قتلوه، واش باقي حي، يعني ما بقاش معروف شنو داروا ليه. الى في وقت سابق من ديسمبر في مدينه سيفلت لانتقاده الملك على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال مكانه مجهولا. فعلا مازال حتى واحد ما عارف دابا مول الحانوت فين كاين، حتى واحد ما عارف مول الحانوت فين كاين، لحد الان مول الحانوت ما كاينش. وفي نفس الاسبوع الذي اعتقل فيه الرادي وحكم على السكاكي، امتثل عبد العالي بأحمد وهو شاب عاطل عن العمل وعضو سابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب امام القضاء في 25 ديسمبر بسبب إهانة علم البلاد ورموزها وانتهاك سلامتها الإقليمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتقل في السابق بأحمد الذي شارك في الكثير من الاحتجاجات في مدينته الحسيمة والزرادة بسبب عمله الناشط السياسي. وواجه الناشطون والصحفيون الذين انتقدوا النظام قمعا متزايدا منذ انتقادات عام 2011 انتفاضات 2011، غير انهم ليسوا الوحيدين الذين استهدفهم هذا النوع من القمع، فبشكل بارز تمت مواجهة احتجاجات حركة الريف التي سرعها مقتل محسن فكري وأطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والتباين الاجتماعي والفساد الحكومي بقمع قاسي. فحكم على منظم الاحتجاجات بالسجن لمدة 20 عام وطلب عدة محتجين من حركة الريف من الفئة المتوسطة اللجوء في أوروبا بعد تلقيهم استدعاءات للمثول أمام المحكمة. وفيما علق عفو ملكي الكثير من العقوبات بحق المشاركين في حركة الريف، يقبع ناشطون بارزون في السجن، ولا يستهدف النظام الأصوات المنتقدة عبر القضاء الناشطين فحسب، بل الشباب غير الفلسطينيين أيضا. يعني فعلى سبيل المثال حكم على طالب في المدرسة في 18 من عمره في مدينة مكناس في 19 ديسمبر بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب نشره عبر فيسبوك منشورا مستعينا بكلمات الأغنية المثيرة للجدل عاش الشعب. ويمضي القناوي بذاته أحد مغني الراب الذين ألقوا كلمات الأغنية وأدوها عقوبة في السجن لمدة عام واحد نتيجة إهانة المزعومة الشرطة في فيديو نشر في شهر أكتوبر، غير أن محاميه يصر أن الإجراءات القانونية التي تستهدف وكيله سببها هذه الأغنية. وألقي القبض على طالب آخر في 18 من عمره في مدينة العيون في 29 ديسمبر لنشره أغنية راب عبر يوتيوب تنتقد وضع المملكة الاقتصادي والاجتماعي وتصف النظام بأنه ديكتاتوري. وقد أصدرت المحكمة قرارا بسجنه لمدة 4 سنوات في 31 ديسمبر 2019.
وليست ممارسة إسكات الأصوات المنشقة من خلال الإجراءات القانونية بظاهرة حديثة. ففي 17 أكتوبر 2018 حكم على المقاول سفيان النكال بالسجن لمدة سنتين وبدفع غرامة قدرها 20,000 درهم بتهمة التحريض على العنف العام وإهانة علم بلاده ورموزها ونشره القرآن. فقد نشر النكاد منشورا عبر فيسبوك دعا فيه الشعب إلى الاحتجاج بعد أن أطلقت البحرية المغربية النار على زورق ينقل مهاجم 25 سبتمبر 2012، ما أدى إلى مقتل ابنة 20 عاما حياة بالقاسم الله يرحمها. وفي 4 غشت من السنة السابقة اعتقل المدون محمد تغري في مدينة أولاد تيمة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بسبب تشهير الجنائي. وكان تغري قد نشر تقريرا مصورا عن فساد الشرطة وأجرى في التقرير مقابلات مع مواطنين محليين وسألهم عن تجربتهم الشخصية في هذا الموضوع. أما الشخص الذي صور التقرير واسمه بدر الدين سكوات فقد نال عقوبة بالسجن لمدة 4 أشهر وخفضت لاحقا مدة عقوبة التغري لتصل إلى 4 أشهر فيما علقت عقوبة سكوات. هنا غادي نرجعوا ديك الكذبة ديال الاستثناء المغربي، أن المغرب دولة هي الديمقراطية في شمال إفريقيا كيف ما تيقولوا هما ولا ما عرفش تيخربقوا. قالك أسيدي قد يأتي نمط القمع القضائي لدى النظام المغربي كمفاجأة بالنسبة إلى المراقبين الخارجيين الذين أشادوا برد فعل النظام إزاء انتفاضات عام 2011 وما أطلق عليه بعضهم تسمية الاستثناء المغربي. وتشير هذه التسمية إلى أن المملكة قد احتوت بنجاح الانتفاضة من خلال التصرف بطريقة استثنائية عبر اللجوء إلى إصلاحات وقائية وبسبب شرعية متأصلة قبلية أو دينية أو تاريخية. وفيما كان المغرب منخرطا مع الأنظمة الملكية العربية الأخرى في تغطية الانقسام الملكي الجمهوري للانتفاضة يرتبط التبرير الأشيع المستخدم لتفسير صعود النظام المغربي بما عرف بسلوكها الإصلاحي. وبغض هذا التبرير النظر عن تقارير العنف ضد ناشطي 20 فبراير وحركة الاحتجاج الأوسع ويركز على التغييرات الإيجابية التي أدخلت في النص الدستوري في عام 2011 اللي ما كانت لا تغييرات لوالو، لأن الدستور ديال 2011 ما كان فيه لا تغيير لوالو، كانوا فيه القوالب، لأن كاع ديك التغييرات اللي وقعت في الدستور ديال 2011 ما كانش عندها شي قيمة، بل كانت هي عبارة على قوالب، عبارة على تخدير الشعب، ها حنا عطيناكم حنا درنا لكم، ولكن كيف ما كنعرفوا أن في المغرب ما تعولوش على شي دستور مغربي. الدستور المغربي اللي كاين دابا في المغرب راه لا 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 قيمه له بالنسبه للشعب المغربي، لا يخدم الشعب المغربي بل يخدم الديكتاتوريه. لكن بعد مرور قرابه 10 سنوات عن انتفاضه العام 2011 دحض هذا التبرير جراء غياب التغيير الحقيقي في النظام السياسي. وهذا الشيء اللي وقع، ما وقع حتى شي تغيير في النظام السياسي، والمضايقات القضائية المتكررة للسلطات بحق الناشطين وقمع النظام المستمر للمحتجين في مدينتي الحسيمة والزرادة ومدن أخرى، قمع الشرطة القاسي للاحتجاجات المنتشرة في المراكز المدنية. شنو هو المستقبل ديال المغرب دابا؟ شنو هو المستقبل في ظل هذه الأوضاع، في ظل هذا القمع، في ظل هذه المحاكمات؟ اش غنقولوا؟ باي باي الديمقراطية، المغرب باي باي الحرية، المغرب باي باي الكرامة، هادشي اللي خصنا نقوله. قالك سيدي قد يحكم على الراضي بالسجن، فعلا حكم على الراضي بالسجن لأن المقال تكتب ما يتحكم على الراضي. وفي هذا الحال قد يسأل عفوا أو تسقط التهم ضده بسبب رد الفعل الشعبي القوي نتيجة توجيه الاتهام له بشكل ظالم. لكن بعيدا عن هذه القضية الفردية يدعو انحلال حقوق الإنسان في المغرب إلى القلق. يعني في الحقيقة حقوق الإنسان في المغرب ماشي كتعرف غير انحلال، كتعرف شي حاجة أكثر من الانحلال. إذا جينا نشوفوا مثلا الوضع الحقوقي في المغرب هو وضع يعني يعرف انحلالا. قمع عدم اكتراث النظام المغربي بمنظمة حقوق الإنسان الدولية والمحلية لن يكون للنظام أي دافع لوقف قمع المحتجين والناشطين مع استمرار الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي آلت إلى الاضطراب الشعبي. وبالفعل بحسب البنك الدولي ربع المواطنين المغاربة فقراء أو عرضة ليصبحوا فقراء، والهو بين الطبقتين الاجتماعية الاقتصادية العليا والدنيا واسعة، ويساوي معامل الجيني
في المغرب ب 40.9% مما يعني أنه لم يتحسن منذ العام 1999، وهذا المعدل هو الأعلى في شمال إفريقيا باستثناء ليبيا التي تتخبط في نيران حرب أهلية. ويأتي المغرب أيضا في درجة أدنى من الدول المجاورة له فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والحصول على الكهرباء والمياه النظيفة. علاوة على ذلك، يعاني المغرب ارتفاعا في معدلات بطالة الشباب التي وصلت إلى 22% على المستوى الوطني و43% في المناطق المدنية في عام 2017. وستحفز هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة المزيد من الاضطراب، الأمر الذي يولد تهديدا للنظام وسيؤدي على الأرجح هذا التهديد المقرون بجهاز تنفيذي غير شفاف وثقة ضعيفة من الشعب تجاه الحكومة والأحزاب السياسية إلى قمع غير منظم. لكن ما من المستبعد أن يضع القمع المتزايد جدا للاحتجاجات التي من المحتم أن تتضاعف مع استمرار التفاوت الاجتماعي، ولن يسهم أي قمع إضافي إلى في تزايد خيبة أمل الشعب الكاملة. وهذا الشيء اللي كنعرفوا، لأن كنعرفوا أن الشعب المغربي لم يعد يثق لا في السياسيين ولا في انتخابات ولا في حكومة ولا في والو. ولكن كيف ما قلت لكم في الأول، أن بكثرة أن النظام وهاد الديكتاتور اللي بقى تيكذب على الشعب ولا كيصدق ديك الكذبة ديالو، دابا النظام كيصدق ديك الكذبة ديالو أن المغرب راه دولة ديمقراطية، هي غير بكثرة الكذوب تيكرر يعني لأن نورمالمون الكذبة ملي كتبقى كتعاود راه كتولي حقيقة. فوالا هادشي اللي كاين، وهادشي اللي كيعيش دابا كيعيش النظام المغربي، أنه بقى تيكذب حتى ولا كيصدق ديك الكذوب ديالو. وسيشكل العمل حقا على التحرير خطوة ذكية من ناحية النظام في وقت يعاني فيه العثور على خطة إنمائية تستهدف بفعالية التفاوتات الإقليمية والديمقراطية، فقد يؤدي فتح المجال السياسي وتمكين الجهاز التشريعي وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها إلى التخفيف كثيرا من استياء الشعب من ديناميات المغرب السياسية. لكن من المستبعد أن يتخذ النظام هذا المسار نظرا إلى قمعه مؤخرا المحتجين والناشطين، بدلا من ذلك فيما يحرض الوضع الاجتماعي الاقتصادي إلى المزيد من الاستياء، من المرجح أن يستمر النظام باستهداف الناشطين والمحتجين عن طريق المحاكمات والمراقبة المتزايدة. فوالا، راه الديكتاتورية باش كتعيش راه ما يمكنش الديكتاتورية تعيش بدون قمع، ما يمكنش الديكتاتورية تعيش بدون قمع الاحتجاجات ولا قمع الشعب ولا قمع المطالب ديال الشعب، راه ما يمكنش دولة ديكتاتورية تعيش بهذا الشيء يعني بلاش ما تقمع، ما يمكنش، لأن القمع هو الأداة الوحيدة اللي كيعيش بها أي نظام ديكتاتوري على وجه الأرض منذ القديم ولعصرنا اليوم، أن الديكتاتورية لا يمكنها أن تتنفس إلا بالقمع وبقمع المواطنين وبقمع الشعب. ما يمكنش مثلا واحد الدولة قمعية غادي تعطي للشعب ديال الحقوق ولا غتعطي الكرامة ولا غتعطي الشغل ولا غتعطي الصحة ولا التعليم، ولكن في المقابل عوض ما تعطيه ديك المطالب الحقيقية والمطالب اللي خص نورمالمون ياخذها الشعب كنواجهوه بالقمع بالمحاكمات الكاذبة بالتهم الكاذبة. هذا الشيء باش كنحاولوا نسكتوا الشعب، لان كنشوفوا دابا الشعب بدا تيفيق، الشعب بدا تينوض، وشكون هما اللي كيتزعموا انهم كيفيقوا الشعب؟ هما المناضلين، هما الاحرار، هما المعارضين، خاصه بوسائل التواصل الاجتماعي حاليا اللي ولات كتنتشر بواحد الطريقه سريعه، وكنلقاو جميع يعني فئات الشعب المغربي انها تتوفر على وسائل باش كتبقى تتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. ففي النهاية لقد مرت 10 سنوات على انتهاء الربيع العربي، ومرت معها الفوضى في أنحاء المنطقة، والتي دفعت في السابق بالنظام إلى الوعد بأحداث تغيير حقيقي. وفي عام 2020 لن يجد النظام على الأرجح سببا ليبدأ بإصلاحات التي قد تفتح المجال السياسي وربما تخفف من سلطة النظام في الواقع. من المرجح أكثر أن يعزز النظام نمطه القمعي للحفاظ على الوضع الراهن على حساب حقوق الإنسان. الوضع في المغرب ما غيتبدلش، ما عمره ما غيتغيرش، في ظل هذا النظام ما غيتغيرش. إذا جيتوا تلاحظوا معايا، شوفوا رئيس الحكومة أخ نوش، سمعتوا كيهضر في البرلمان ما كيعرفش يقرأ، ما كيعرفش حتى يقرأ، ما تيعرفش حتى كيهضر. يعني غادي نجيبوا مثلا شي مسؤولين من شي دول ديمقراطيه، غادي يضحكوا ملي غيشوفوا ديك المهزله المغربيه. مسؤولين في البرلمان وما كيعرفوش يهضروا، مسؤولين في البرلمان ماشي ما كيعرفوش يهضروا، ما تعرفوش يقراوا. نقولوا سيدي ما كيقدر، ما تعرفش يهضر، واش عباد الله واحد شاد ورقه وما تعرفش يقراها وكيتهجى فيها؟
ولكن راه العيب ماشي فيهم، العيب هو في مالك البلاد، راه كيشد الورقه تا هو كيبقى تيبقى تيخرط فيها من الاول حتى الاخر، هو غير تيخربوا. وسي نورمال حتى اللي غادي الموظفين ديالو حتى هما راه غيكونوا تيخربوا. وهذه هي دي الشيء دائما، الشركه ملي كيكون الرئيس ديالها فاسد عرف حتى العمال تيكونوا فاسدين. ومادام ان المغرب ناخذ، حنا ناخذ مثلا المغرب، نتصوروه كانه شركه، شركه ملي المسؤول ديال الشركه تيكون فاسد راه حتى الموظفين تيكونوا فاسدين، راه سي نورمال، هذه راه شيء عادي. الا كان المسؤول على الشركه تيكون ناجح راه تيختار الموظفين الناجحين وكينجح الشركه. ولكن كنشوفوا المغرب المسؤول على البلاد راه ناعس مبوق دايخ ما عارف شنو كيدير، والمسؤولين حتى هما راكم كتشوفوا كيديروا ما بغاو، يعني كل واحد تيدير ما بغاو. شكون هو اللي واقف العصا؟ هو الشعب. الشعب هو اللي كيخلص، هو اللي كيخدم، هو اللي كيتعذب، هو اللي كيفيق في الصباح بكري، هو اللي كيدير. ولكن المسؤولين راكم كتشوفوا كيفاش عايشين، يعني مبرعين مع راسهم، ما مسوقينش الدنيا واش كاينه ولا ما كايناش. اخو الاخوات، كنتمنى يعجبكم الموضوع، تنتمنى لايكات ديسلايكات تعليق اللي كاين، وهادشي اللي غادي نقول لكم. تبارك الله عليكم، وفرصة سعيدة أني تلاقيت بكم عاود، وإلى اللقاء. يلا السلام عليكم.